اهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما كلنا واحد. النهاردة بنتكلم عن التعليم. التعليم هو بداية النجاح في كل المشروعات، ما اقصدش هنا مشروعات تجارية لكن مشروعات في كل المجالات. لو التعليم صح اي مشروع هيبقى صح. النهاردة بنتكلم او اخترنا اننا نتكلم عن التعليم الفني الصناعي. التعليم الفني الصناعي يعني تدريب قوى عاملة مؤهلة وعندها الإمكانيات لأنها تنافس جوه وبره. النهارده بنتكلم عن طلبة التعليم الفني الصناعي، عن الشباب هم اللي هيكونوا منوريننا النهارده سواء كانوا أساتذة أو طلبة، هم دول ضيوفنا النهارده. بنتكلم عن إمكانيات ومواهب وقدرات وجوائز كمان. هنخرج في تقرير صغير نتعرف فيه على التعليم الفني الصناعي بشكل أحسن، وبعدين نبدأ حلقتنا ونستقبل ضيوفنا في الاستوديو. اتفضل. التعليم الفني في كل دول العالم هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفياً والتي تلعب دوراً هاماً في تنميته. فنحن في فترة هامة في تاريخ مصر نحتاج فيها القوى العاملة المؤثرة بقدراتها الحرفية ومهاراتها لكي نحقق التنمية، وذلك من خلال معاهد ودراسة التعليم الفني. ففي مصر 860 مدرسة تعليم فني صناعي، أما التعليم الفني الزراعي فإجمالي عدد المدارس 177 مدرسة. احتياج سوق العمل من الحرفيين كبيرة، ولهذا يجب أن يتواكب التعليم الفني مع التقدم التكنولوجي وأن يتغير منظور المجتمع للتعليم الفني، فهو ليس تعليم من الدرجة الثانية إنما هو تعليم هام وله مكانته في المجتمع. رجعنا مشاهدينا علشان نرحب بضيوفنا اللي منوريننا والحقيقه مشرفينا كمان بالجوائز اللي بيحصلوا عليها. ضيوفنا اللي منوريننا النهارده في الاستوديو الباشمهندس عبد الله محمد عبد المقصود المشرف على الروبوت اللي فائز في المسابقه. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. معانا كمان الطالب ماجد اسامه حامد، طالب بالفرقه الرابعه بمدرسه الصنايع التعليم الفني الصناعي. هنبدا بماجد عشان الاول يا ماجد تعرفنا ايه الفرق ما بين انت في الفرقه الرابعه، ايه الفرق ما بين التعليم الفني الثلاث سنين والتعليم الفني الخمس سنين؟ والله حضرتك التعليم الفني في الخمس سنين بيختلف تماما عن الثلاث سنين. في اختلاف في التعليم وفي الاهتمام وغير كده وكده في الشهاده اللي بحصل عليها في الاخر. المرحله اللي فيها التعليم اللي هو الثلاث سنين يعتبر مرحلة في نفس المرحلة الثانوية. بياخد شهادة تعادل يعني الثانوية العامة لكنها ثانوي فني. لكنها ثانوية فني عشان أدخل كلية منها بضطر إن أنا آخد معهد سنتين بعدين. تمام؟ بالنسبة للصناعة خمس سنين هي مجرد هي معهد فني فوق متوسط. تمام؟ حاجة تقريبا تحت الكلية على طول او تقريبا في نفس مكانة الكلية قبل الكلية على طول. انا بتخرج منها بدخل بيبقى عندي فرصة كبيرة جدا من ان انا ادخل كلية في نفس الوقت ان انا ببقى خدت على حاجات كتير هناك، ببقى يعني درست حاجات كتير غيري ما عارفش يدرسها. تمام؟ غيري سواء من الثانوي العام او من الصناعية ثلاثة او كده.
تمام كده احنا اتعرفنا على التعليم الفني، الفرق ما بين الثلاث سنين والخمس سنين. نبدا بقى مع الباشمهندس عبد الله. باشمهندس عبد الله، عايزه حضرتك تكلمني الاول، عرفني الروبوت اللي فاز في المسابقه، وعايزه اعرف الفريق اللي شارك بالروبوت ده كان عدده قد ايه من الطلبه. اولا احب يعني اقول ان انا مش ما كنتش المشرف الوحيد في الـ في الـ في المسابقه خاصه بكفر الشيخ، كان معايا مشرف اسمه الباشمهندس شكري جورج، صديقي وزميل عمل، وكنا بنشتغل مجموعه توم وورك كلها. احنا كنا فريقين، اتنين فريق، هو كان على رئيسه رئاسته يعني، هو المشرف التنفيذي بتاعه. واحنا الاثنين دخلنا في المسابقه وحققنا جوائز الحمد لله يعني، شاركنا يعني وصلنا المركز الثالث، خدنا المركز الثالث، والاستاذ شكري اخذ الرابع، الباشمهندس شكري اخذ الرابع. الحمد لله احنا يعني جبنا الطلبه وقعدنا دربناهم كتير، هم بسم الله ما شاء الله الطلبه دول كلهم كانوا على درايه كامله بالمشروع قبل ما يخشوه، يعني هم كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم كانوا يعني مبتكرين واصحاب يعني اصحاب رؤيه. دوركم في الاشراف عليهم يعني، اكيد المهندس المشرف على الطالب بيبقى عنده كل اللي الطالب محتاجه، الطالب بيبقى عايز خبرة، بيبقى عايز مشورة، بيبقى عايز مساعدة، يعني كلمني عن دور المهندس المشرف على المشروع. المهندس المشرف واقع عليه عبئين، عبء الأول إن هو إزاي يوجه الطالب أو يوجه الطالب اللي هو خريج التعليم الفني أو الطالب اللي هو لازال في دراسة التعليم الفني، إن هو يوجهه إزاي يقدر يوجه أفكاره الاتجاه الصح من ناحيتين. الناحية الأولى الفكر بعمومه اللي هو الفكر الثقافي اللي هو الفكر اللي هو بعمومة المجتمع، والفكر اللي هو الخاص بالدراسة نفسها بنوع التخصص اللي هو بخشه. احنا كان عندنا نوعين في الروبوت، نوع ميكانيزم خاص بالجزء الميكانيكي، ونوع برمجة خاص بالجزء اللي هو ازاي انا اخلي الروبوت ده يعمل المهام ده. اولا كلمة روبوت كلمة تشيكية معناها العبودية او العمل في الاماكن الغير مرغوب فيها. يعني جاء الروبوت اساسا عشان يصنعوه ويستخدموه ان هو يعمل في اماكن غير مرغوب فيها الانسان يروح. فمن هنا جاء التصميم، ان انا اجيب الاله وبرمجها بالدماغ او بالعقل البشري ان هو يعمل الحاجه دي. طبعا احنا كان اخذنا الطلبه وكلهم بدانا نبدا نتكلم معاهم ايه تعريف الروبوت وايه الدول المتقدمه بتعمل ايه بالروبوتات، وجبنا اشكال للروبوتات من على النت، وهم بداوا يشوفهم، هم كمان كان عندهم درايه كامله بالموضوع ده اوسع كمان. وبدانا بعد كده الفريقين نعملوا عمل جماعي ونبدا نصمم الجزء ونبرمجه. تمام، نتكلم بقى مع ماجد يقول لنا الروبوت كان هدفه ايه، يعني الروبوت ده مصنع عشان يعمل ايه. حضرتك الروبوت دوت هو عامة احنا كمبتكرين او كطلبة صممنا الروبوت ده وبرمجناه وكده بمساعدة المشرفين معنا. الاول احنا شاركنا في مسابقة، المسابقة دي كان الهدف هو ده منها. الروبوت اللي على الشاشة؟ هو ده الروبوت. تمام كمل كلام. ده الروبوت ده الديزاين ده الديزاين المبدئي. تمام ده بتاع احد الزملاء ده اللي هو الديزاين المبدئي عامة كانوا بيتجرب كده. حضرتك الروبوت ده المفروض الهدف من المسابقه دي عامه، احنا كنا نلعب كره السله دي في سله وفي روبوت كامل، احنا بناخد الكور ونرفعها نرميها في السله وكده، وكل كوره بيبقى عليها بونت معين. لكن في النهايه الهدف العام من برمجه الروبوت وكده ان انا دلوقتي ازاي ابرمجه بعدين في الحياه العمليه. تمام، احنا عندنا انت عامل بس فكره ان هو يلعب سله دي بدايه لانك تتحكم في الروبوت وتخليه يستجيب للاشارات اللي انت بتقولها. وفي يعني الباشمهندس عبد الله والباشمهندس سكري مظبطين الروبوت على سنسورات معينه ويدرسونا ازاي نبرمجه عن طريق البوابات المنطقيه والدوائر المنطقيه وكده، انها لو حصل اي ظرف مفاجئ والروبوت شغال بيدي امر تاني بحيث انه يخلي الروبوت ما يتاثرش بحاجه او ما يقفش. تمام، من ابسط السنسورات اللي كانت موجوده ان لو كان الروبوت بتاعنا كان خبط في حاجه كان بيتحرك لمده 15 ثانيه للاتجاه الامام، وبعد كده لو خبط في حاجه تانية بيمشي العكس وهكذا، بحيث ان هو يبقى يعتبر زي نظام محاكاه. تمام، ده كنقطه بدايه، انما كبعدين انا ممكن اقدر استغله في حياتي العمليه في حاجات كتير قوي، لان بقت برمجته سهله وزي كده ان احنا نقدر نصممه اي تصميم تاني.
ايه المسابقة اللي انتوا شاركتوا فيها وحصلتوا على جائزة متقدمة فيها؟ احنا شاركنا في مسابقات كتير، تمام؟ بنفس الروبوت؟ لا، مش كبحث علمي، شاركنا في مسابقات كتير وحصلنا على جوائز كتيرة، بس كبالنسبة للروبوت احنا شاركنا في مسابقة تبع شركة اي دي سي لتصميم الروبوتات، كان اسمها فيكس كومبيتيشن انترناشونال. المسابقة ديت احنا خدنا فيها مدرستنا، احنا كنا مشاركين بفريقين، خدنا الثالث والرابع على مستوى الجمهورية، تمام؟ فريق الباشمهندس عبد الله كان واخد الثالث، فكان مترشح انه يسافر امريكا بس ما سافروش، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عند حضرتك كمان المسابقات التانية، في احنا كنا مسابقة اسمها جايتك، مدرستنا واخدة المركز السابع فيها، في مسابقة تانية زي ايسف واخد فيها السنة دي رابع، السنة اللي فاتت واحد زميلي كان واخد تاني جمهورية. في عند حضرتك مسابقات على مستوى المحافظة زي ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، واخد مركز الأول السنة اللي فاتت في إدارة المشروعات الصغيرة وكده، طبعا برضو المدرسة، وكل ده طبعا مش هيجي من عادي لوحده. أيوة كده، طبعا ده لازم التدريب يكون طبعا في مع تدريب المهندسين ويكون في وكده. رعاية ويكون في معامل ويكون في يعني أساتذة على أعلى مستوى. عايزة حضرتك تكلمني بقى، بما إننا بنتكلم على الجوائز، يبقى أكيد في إعداد، يبقى أكيد التعليم الفني الصناعي ليه دور مهم جدا في إنه يقدم لنا شباب واعي، شباب بيقدر يقوم بأعمال مميزة ومختلفة. طبعا هو التعليم الفني هو في كوادر على اعلى مستوى، لكن ينقصهم بعض، مش ينقص الكوادر لكن ينقص المؤسسه بعض الاشياء، يعني مثلا في دعم المشاريع الصغيره او في دعم الابتكارات ينقصنا العمليه الماديه. تمام. احنا رحنا للمسابقه ديت، كان بصراحه برعايه وكيل الوزاره، السيد وكيل الوزاره الاسبق السابق اللي هو دلوقتي طلع معاش، كان برعايته، وكان كمان اداره المدرسه كانت متفهمه الوضع، وبالتالي بدات تدعمنا في الاطار المحدود بتاعها. فاحنا بقى كنا عايزين نرجو من الدوله انها تدعمنا في اطار اوسع، مش تدعم المدرسه او تدعم المعلمين، لا، تدعم كل من لديه فكره في او الابتكارات اللي هي بتساعد الدوله على النهوض. يعني اكيد الدوله مهتمه بالتعليم الفني الصناعي بشكل عام، بدليل ان تم استحداث وزاره للتعليم الفني. فيعني عايزين نتكلم عن المدارس اللي تم انشائها للتعليم الفني، الاهتمام بهذا النوع من التعليم، لانه مش تعليم درجة تانية، بالعكس لا. ده التعليم الأساسي اللي المفروض إن هو هيخرج لنا كوادر ومن الفنيين المؤهلين القادرين على المنافسة. احنا شفنا في الفتره اللي فاتت ديت الوزاره الجديده، ونرى فيها ان هي ان شاء الله تكون بصيص امل للمعلمين كلها في التعليم الفني، ودي درجه او خطوه للامام، ان الاهتمام احنا نرى الحكومه او نرى الدوله ان هي حاليا تهتم بالتعليم الفني. نرجو ان الميديا يعني تبدا تغير من فكر التعليم الفني لدى المجتمع. هي دراما ظلمت شويه التعليم الفني، ايوه، خلته المستوى الثالث او الرابع كمان، مش من المستوى الثاني. فاحنا نراه، يعني احنا نراه كمعلمين نعمل في المجال ده، ان هو من المستويات الاولى في الدوله، وبالصناعه تنهض الدوله ان شاء الله. طبعا يعني. فاحنا يعني نرى ان شاء الله تكون في تشكيل الوزاره الجديد، يعني يكون على راسها الدكتور شريف اسماعيل، خلاص. لا، رئيس الوزراء. ايوه ايوه، يعني الباشمهندس شريف اسماعيل، ان هو يهتم بينا يعني كمؤسسه تخدم الدوله ان شاء الله. ان شاء الله. ماجد، انا عايزك تقول لي يعني من وجهه نظرك كده، يعني انت شايف في اقبال على التعليم الفني الصناعي ولا لا؟ انا هقول لحضرتك حاجه، تمام؟ ده كان مثال كزامب صغير كده. احنا عندنا في المدرسة اول سنة دخلت فيها كان كل اللي بيشوفني داخل صناعي 5 سنين، مع اني كنت جايب مجموعي دخلني ثانوي، كان بيبص لي نظرة اشمئزاز كده، او حاجة مش حلوة او مش مقبولة، او ان هو خلاص بقى صايع او بقى مش وحش وكده. قدمت، كنت داخل بحث علمي، كان داخل من كفر الشيخ 35 مشروع، 35 اختراع، تمام؟ طبعا بعد الاهتمام من المدرسة عندنا، اصبح ان ال 35 اختراع على مستوى ادارات مختلفه بقت بتيجي عندنا المدرسه، بقت بتيجي عندنا احنا المدرسه، عشان خاطر المدرسه ترعاها وتحاول تنمي المشاريع وتشوف لهم مهندسين عندنا ان هم يشرفوا على المشاريع اللي زي دي. فاصبح بالتالي ان اي طالب لسه في اعدادي او مثلا في ابتدائي لسه عاوز يخرج، لان كان معانا اطفال في البحث العلمي، كان معانا اطفال وكانوا عاملين افكار جميله جدا،
بيتخرجوا عندهم هدف ان هم يخشوا صنايعي 5 سنين. ده بيجي من الاقبال الاهتمام اللي احنا بنقدمه. بس احنا بنتكلم على مدرسه واحده، ما بال حضرتك يعني بقيه المدارس. تمام. يعني انت شايف ان زمايلك اللي كانوا بيبصوا لك نظره غير لائقه دول غيروا رايهم بعد ما شافوا؟ مش كله الصح. يعني مثلا برضو هي انت في ايه؟ انا صنايعي 5 سنين قسم الكترونيات. صنايع؟ طيب ماشي خلاص، يبقى يقطع على طول. عارف صنايع يعني في مشاكل في الاعلام، دايما بيخلي صورتنا عباره عن الوش التاني للدوله، الطبقه اللي هي مش تمام، الطبقه اللي هي اغلبهم عاطلين. مع العلم ان نسبه البطاله عندنا في خريجين الصناعه أيوه. 5 سنين اقل جدا من خريج التعليم العام طبعا. تمام. وفي نفس الوقت اللي داخل الطالب اللي داخل ثانوي صنايع ده مش معناه ان هو خبرته قليله او ان هو تعليمه اقل او ان هو مش شاطر، بالعكس ده هو عنده موهبه، موهوب في مجال معين وحابب ان هو يكمل دراسه علشان يبقى متميز فيه. صح يا ماجد؟ تمام. باشمهندس عبد الله، يعني عايز اعرف ازاي بيتم تقييم الطالب المتميز اللي عنده ابتكارات؟ اولا احنا عندنا حاجه اسمها دعم المشاريع الصغيره ودعم الابتكارات. احنا بنبدا نعمل في، يعني عندنا الدكتور محمود كان ولا زال يرأس المنظمه ديت او المؤسسه ديت، بيجي كل سنه بنعمل اعلان صغير اللي عنده مشاريع او اللي عنده ابتكارات، فيبدا يجي لنا، نبدا احنا نعمل معرض صغير ونبدا احنا نقيم المشاريع. فاحنا يعني بندعو كل المهندسين اللي موجودين في المدرسه جميع التخصصات يروا هذه المشاريع، ويبدا كل من لديه صله بالمشروع بتاعه يبدا يقيمه، يشوف فين نقاط العجز وفين نقاط القوه، هو هيخدم ايه وهيفيد بقد ايه، وان كان النقاط الضعف ديت كتيره يبدا هو يقويها، المهندس يبدا يقويها مع اللي اعد المشروع، الطالب اللي اعد الابتكار او المشروع. وعندنا في مجموعه منظمات معظمهم اوروبيين، يعني تدعم التعليم الفني، بتبدا هي تعمل مسابقات محليه ومسابقات في اطار الدوله على مستوى المحافظات. ويبدا احنا شاركنا من سنتين، كانت في اكاديميه المعلم اللي في 6 اكتوبر، كان فيه موجود هناك كان ايامها الدكتور ابو النصر، دكتور محمود ابو النصر، كانت بإشراف. يعني تبدأ المسابقات تبقى محلية ما بين الجامعات في محافظات مصر المختلفة، وبعد كده بتبدأوا تطلعوا لمسابقات أكبر شوية حتى لو كانت دولية جوه مصر، بعد شوية إن شاء الله تبقى المنافسة تقدروا تطلعوا بره مصر. وحققنا فيها كنا داخلين بحوالي 18 مشروع من محافظة كفر الشيخ خاصة بس من مدرسة الصناعي 5 سنين. طب يعني مصر بخير وتعليم مصر الفني بخير. مصر بخير والحمد لله، احنا عندنا عقول في التعليم الفني جميلة جدا، ويعني يلزمها بس ايه الدعم المادي والدعم المعنوي. ده ان شاء اللي موجود الله ان شاء بقى الله. فيه اهتمام بالبحث العلمي دلوقتي وميزانيته بتتضاعف، يعني معنى كده ان شاء الله في المستقبل هنشوف مشروعات كتير ان شاء الله. ماجد، في بعض الناس بيقولوا انكم بتدربوا على اجهزه قديمه، الاجهزه اللي موجوده بقى لها سنين كتير، الكلام ده صح ولا غلط؟ حضرتك احنا عندنا احدث اجهزه على مستوى الجمهوريه كلها. تمام. عندنا معمل سي ان سي، المعمل ده مش موجود في كل المدارس، بيبقى موجود في مدارس معينه بس، ده بيجي زي منحه كده من جامعات تانيه بره مصر. المعمل ده انا ممكن اعمل حضرتك فيه وحضرتك موجوده عندي حاجه ساعه خلطه سوائل. طعمها حلو؟ لا ولا بس بدايه لا كبداية. يعني انت بتقول ان انا المعمل عندي ممكن يطلع منتج. هيطلع منتج حضرتك، انا عندي هناك بنتدرب على حاجه اسمها 3D printer. هو التابس عليه الامر، هو عندنا سي ان سي ديت هي بتعمل اجزاء للماكينات اللي فيها اعطاء. ايوه تمام. لكن الوحده اللي عندنا بتاعت خلط السوائل او التوتر بس هو خلط السوائل، الوحده عندنا موجوده وحده خلط سوائل فعلا، ممكن اعمل حاجه ساعه، ممكن اعمل مواد منظفات، يعني اي شيء عايز اخلط فيه باوقات معينه وبنسب معينه وفي وقت معين هيطلع لي المنتج. يعني معنى كده ان الاجهزه اللي موجوده حديثه جدا، الاجهزه اللي موجوده ما حدش يقول ان احنا بنتدرب، الشباب عندنا بيتدربوا على جهاز بقاله 20 سنه. لا حضرتك، الاجهزه عندنا كلها بتيجي يعتبر يعني لسه السنه، يعني كل سنه بتتجدد وكل سنه بتتظبط، لان حضرتك عندنا في 3D printer مش موجود منها في الجمهوريه كلها غير 2 بس.
عندنا واحدة في مدرستنا احنا في التعليم الفني تمام على مستوى التعليم الفني عندنا احنا في مدرستنا واحدة تمام وفي مدرسة تانية في اسكندرية واحدة تمام ال 3 دي برينتر دي فايدتها ايه؟ ان انا لو في مجسم انا بصممه على حاجة زي الاوتوكاد مثلا او انفينيتور اوتوديسك باخد الديزاين بتاعي على الفلاشة وبحطه في ال 3 دي برينتر وبديله امر الطباعة بيطبع لي المجسم اللي انا عملته عبارة عن 3 دي بلاستيك بالوانه بمقاساته بكل حاجة عبارة عن مجسم كده بيطلع منتج جاهز التصميم تمام تروس اجزاء من الميكانيكية مسامير صواميل اي حاجة اي حاجة تتعمل ده في اطار بلاستيك ده في اطار مواد بلاستيك حاليا بس احنا البدايه يمكن بلاستيك بعد كده هتتطور احنا شفنا تقريبا دوله اوروبيه تقريبا بلجيكا او هي دوله اوروبيه بدات تعمل على المعادن ان انا ابدا اعمل السي ان سي ال 3 دي برينتر اللي هي طبعه ثلاثيه الابعاد على المعادن ان انا اقدر اعمل صواميل ومسامير وتروس اطبعها معدن. طيب انا عايزه بس اخيرا اخر سؤال لحضرتك عايزه اعرف ازاي بيتم اختيار الطلبه اللي بيلتحقوا بالمدرسه ولا اي طالب بيقدم بيقبلوه بتقبلوه؟ لا هو حاليا احنا بنقبل اي طالب بنقبل اي طالب متقدم لكن كان في فتره كنا بنعمل مقابله انترفيو وامتحان صغير كده نشوف قدراته ويعني مدى استيعابه وقدراته على التعليم الفني. ده ايه اللي بيحدد اذا كان الطالب بيتعلم 3 سنين بس ولا يتعلم 5؟ الطالب نفسه ولا الامتحانات اللي بيكتسها؟ النظام القديم النظام القديم لا المدارس محدده مختصه بالتعليم 3 سنوات او 5 سنوات يعني على سبيل المثال مدرستنا اسمها المدرسه الفنيه المتقدمه نظام السنوات الخمس خلاص اللي هيخشها عارف ان هو هيخش 5 سنين. في بقى المدرسه اللي هي 3 سنوات اللي هي الثانويه الصناعيه بجميع تخصصاتها لكن دلوقتي في وده كانت نواه اللي هي النواه اللي هي غيرتها وزاره التعليم الفني. واضح ان التعليم الفني هيغير حاجات كتير قوي وهيوصلنا لمرحله ما وصلنا لهاش قبل كده. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا المهندس عبد الله محمد عبد المقصود المشرف على المشروع الفائز في المسابقه كمان الطالب ماجد اسامه حامد طالب بالفرقه الرابعه. نشكرك نشكر تواجدكم معانا. الحقيقه النهارده احنا فخورين بالتعليم الفني الصناعي فخورين وكان نفسنا ان زمايل ماجد كلهم يكونوا منوريننا في الاستوديو علشان نقول ان التعليم الفني الصناعي عمره ما كان تعليم درجه تانية بالعكس هو ده اللي هيساعد في تقدم البحث العلمي وهيخرج لنا علماء وكمان ابتكارات عليها امضاء صنع في مصر. الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء هتبقى وقفه عرفه احنا اجازه الاربعاء الجاي لكن ان شاء الله هنستناكم بعد العيد وكل سنه وحضراتكم طيبين.